إنه من دواعي سرورنا اليوم أن نحضر لزيارة أحد قامات مدينة الموصل الإعلام الكبير الأستاذ غازي فيصل وفي مقر قناة الموصلية في مركز مدينة الموصل بعد عناء طويل حقيقة وسيطرة عصابات داعش على هذه المدينة الذي حقيقة صادرت كل ما موجود من محتويات وبنى تحتية لمدينة الموصل وإضافة كانت قناة الموصلية إحدى ضحايا الإرهاب الكل يستذكر قناه الموصليه منذ ان بثت برامجها منذ اعوام وكانت مرافقه لكل ما موجود في هذه المدينه من احداث وكل ما تحتاجه حقيقه دوائر الخدميه وكان له باع طويل السيد غازي فيصل في انشاء راي عام تجاه الاعلام والاعتدال والمهنيه في اداء واجبه. وحورب كثير خلال فترات عملنا معه منذ عام 2005 ولحد هذا اليوم ولكن كان حقيقة جبل لا يتأثر لا هو ولا كوادره بأي مضايقات أو جراء بعض الهجمات التي حصلت على القناة من هنا وهناك ولكن الحمد لله اليوم نجده في أين أهله في وسط مدينة الموصل والقناة بقت رمز وقامة تقدم خدمة لاهالي مدينة الموصل. معارك التحرير كان الكثير من المواطنين يتابعون عبر قناة الموصلية في داخل العراق وخارج العراق وكل محافظات العراق. وبالمناسبة حتى القادة الامنيين في بغداد كنا نعمل في هيئة الراي لمكتب رئيس الوزراء كانت الساعه التاسعه ومنتصف الليل وفي ساعات النهار كان الرغبه في ان تكون هناك على الشاشه قناه الموصليه لمتابعه كل احداث تحرير مدينه الموصل لدقه الخبر ومرافقه القطعات الاماميه وفي الحجابات وخط الصد كنا نجد ابطال الموصليه تعمل هناك كل هذا اصبح دين في اعناق اهل مدينه الموصل اتجاه هذه القناه ان تساعد وتقدم ما تستطيعه لديمومة وعمل باذن الله تعالى هذا هذه القناة العزيزة على قلوب اهلنا اهل مدينة الموصل. لا ننسى فضل كوادر قناة الموصل المتمثلة برئيس مجلس الادارة الاستاذ غازي والجنود المجهولين الذين هم وراء الكاميرات والذين عملوا ايضا حتى من خارج العراق من اجل تقديم ما هو الافضل والخبر الصحيح لهذه المدينة. يتصل بنا من مناطق بعيدة جدا وأنا أقولها حقيقة كنت في ألمانيا في فترة من الفترات من العام الماضي وكانت هناك معارك والتقيت بكثير من أهالي العراق في ألمانيا كانوا يبحثوا عن جهاز الريسيفر في الذي تستطيع من خلالها أن تحصل على قناة الموصلية فإذا هذه شهادة من الخارج والداخل على أنها قناة مبدئية ومتابعة لكل احداث العراق بشكل عام ونينوى بشكل خاص. نوجه شكري وتقديري لكل العاملين في القناه من خلال الاستاذ غازي فيصل احد قامات مدينه الموصل واعمدتها الذي اثبت انه ابن نينوى ابن العراق والذي ضحى بكثير من الامور لا نستطيع ذكرها امام الاعلام ولكن بقربي من شخصه الكريم نعرف بماذا قدم وماذا ضحى هو واولاده واولاده لا اعني فقط ابنائه البطلين عمر ومراد بس اذكر جميع الكادر هم ابناءه يتعامل سواسية مع هؤلاء المصور العاملين وراء الكاميرات المراسلين وكان يتصل بي في منتصف الليالي ويبحث عن الكادر اين وصل مع القوات واين بحث وفي ساعات متاخره من الليل على حساب صحته وراحته عكس ما هوجم من الاسف من بعض الجهات التي لا نريد ان نسميها على حياديه القناه وعمله نوازر هذه القناه والسيد رئيس مجلس الاداره ونتمنى له التوفيق ولكل الكادر باذن الله تعالى وسنراه في مستقبل ازهى وارقى مما نحن عليه الان.